أسادت فئة من الجماهير المغربية بالأداء الجيد الذي قدمه كل من يحيى زبران ويحيى عطية الله في المباراة الودية التي جمعت المنتخب المغربي ونظيره الجورجي في إطار تحضيرات الأسود لكأس العالم المقررة بقطر. ونوهت الجماهير المغربية خاصة وأنصار الوداد الرياضي بشكل خاص بالمستوى الثنائي عطية الله وزبران في هذه المباراة الودية. واعتبر أنصار الوداد الرياضي في تدوينات كثيرة في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وإنستغرام وباقي المواقع أن هذا الثنائي خير سفير للبطولة الوطنية في المونديال. وكان الناخب الوطني وليد الركراكي قد وجه الدعوة لثلاثي الوداد الرياضي كل من يحيى زبران ويحيى عطية الله ورضا التكنوتي. يذكر أن المنتخب المغربي سيواجه كرواتيا في 23 نوفمبر في أول مباراة له بالمونديال، بعد ذلك يصطدم الأسود مع بلجيكا في 27 من ذات الشهر، وفي الفاتح دجنبر يختتم رفقاء زبران مباراة مجموعتهم ضد المنتخب الكندي.